انتقال اللاعب الجزائري إسلام سليماني إلى نادي كوريتيبا البرازيلي أثار استياء بين الجزائريين، والسبب هذه الخريطة التي نشرها النادي. البرازيل قصكم في سيادتكم. اقزع برازيلي. أشياء مقتطعة من خريطة الجزائر، ولكن ما هي المناطق التي اقتطعت من الخريطة؟ أولا، منطقة القبائل يسكنها أغلبية أمازيغية وتعرف باحتجاجاتها على مر العقود منذ الاستقلال، وتنتمي إليها حركة الماك التي تطالب بالحكم الذاتي للمنطقة. وولاية تلمسان هي من أقدم المدن الجزائرية، وكانت مركزا للحروب بين الجزائر تحت الحكم العثماني والدولة السعودية في المغرب بالقرن 16. وهنا ولاية تندوف يعيش بها عشرات آلاف. الحمد لله. اسم الولاية ديال تندوف. عاودت نهار قلت لهم عشان باقي عاقل، هذه دابا شي 4 سنين، قلت لهم تندوف راكم عارفين الحكاية، وبداو تيدخلوا كيسبوا فيا. يا جماعة اش تقول تندوف ولاية جزائرية؟ ياك المرضي ولاية جزائرية، وبلاتي مني هي ولاية جزائرية محسوبة على الجزائر؟ علاش علاش فيها السفارة الجزائرية؟ ها؟ علاش تندوف فيها السفارة الجزائرية؟ كومو انت تابيل؟ جو مابيل فاطمة الزهراء، بلا ما نقول كنيتي. واتس يور نيم؟ وشيا بات. واتس يور نيم بالانكلي؟ وشيا بات. يلا سكسو يلا شي مجال. وشيا بات. وشيا بات اغابا. وليتي وليتي عليك غيتي عليك غيتي كم انا والانا الاعلى بغيتي خلينا لك غالو ديو شاد لو ديو عاوتاني والله والله جيكوت بام 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 مون كوزان voisin. Mon voisin, parce que moi, je ne parle pas en français bien. Mon voisin a pris la... Il y a le français, les douces, mais il y a l'entrechien. Douces, il y a l'entrechien. Et le SF que tu n'as pas fait, c'est que je n'ai pas fait. Ah, il est venu, pam, 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 posté, pam, pam. Il rentre ici, après, il rentre ici, pam, pam. Moi, je comme ça à la porte, c'est pour ça, comme ça. Pour ça blesser ici parce que vous aviez peur si j'ai peur je après je a sauté sous la fenêtre je regardais la police ici comme ça comment tu t'appelles je m'appelle Fatam Zahra bien sûr musique hadi wafash katfakarni ya khouya wafash katfakarni ya khouya li dikriyat هيا لصحابي باش نكون بقى عقل على السوق والكاسيطة إلا بغيتي شي ديسك زوين كتشد السيلو كديري السرت كترجع يا ليام بلاتي بغيت نسولكم الإخوان واش هاد السبع بصح كاين في قنيطرة الميزانية ديالو 2 مليار لا ماشي العرن داس هذا العدس دس أنا ملي كنقولك غادي ندي واحد السبع هاد الأسد الداخل ديالي نقدر نخرجو في أي لحظة راه هو هذا هو الاسد اللي عندي انا لداخل نور عارندا سنيت يا يلا نوض على سلامتك زهرك يا خويا باش كتشي حدا البحر انيا البحر عطس على غفله وصافي جاتو العطسه ما قصدتش ما قصدتش نورمالمون دروك هاتيك خلاص ما بقاش اللعب لازم السياسيين يدخلوا في هذا المشكل صافي لان غدوه تزيد طيح صافي مزيان كمل هكا خايب الشيخ هانيه قال لك دابا صافي سالينا خاص السياسيين يدخلوا داك الشيء اللي كيقلب عليه العسكر داك الشيء اللي باغاكم اصلا الفيفا ديروا يعني تدخلوا السياسه في الرياضه شوف دابا الصباليون شنو غيطرى عليها اما ديجا راه مركن على الصباليون يقدر يكون ايقاف سنوات تقول لي ندخلوا السياسيين في هذا الشيء صافي الله يكمل عليكم بالخير ايا طالع على الكبر خدا كل شيء وزاد نضوبني في الطريق يا تبارك الله اخويا الله يزيدو يعطينا من فضله امشي سلو مكتا حيت شو شو بغيت نقول واحد الكلمة ولكن ما بعد المهم اخويا راك انت فايتو بعدا بالصحة او الكرسي المتحركة فهمتي على الاقل راك فايتو بالصحة
نبردوا على راسنا وصافي فهمتي، نصبروا راسنا ما تمدير فكره صعصع ديال اتحاد العاصمه اللي كان كيخرج وتيقول لهم هذه سياده الوطن، هذه سياده الوطن، هذه سياده. علاش كيهضر في التليفون ودير لي زيز؟ على زعما توفيق قريشي وهذه سياده الوطن ومن من والخريطه من من، وكان داير عليها صعصع في المطار ديال الجزائر وفاش جا عاوتاني لهنا كان كيمنع الصحفيين يصوروا. اليوم جراو عليه. شوفوا لنا الاخوان واش صح جراو عليه واش فعلا الاخوان، ما بقيتش كل مره كيطلع لي شي خبر في شكل ما اللي ما كانش من جهات رسميه فهمتي، ما كان تيقتش انا مره وجور نقاش بين ابناء المغرب بعد التدخل يكون بونو الحمد لله. الحمد لله. ايه مالك صاحبي ضربتيني، مالك صاحبي شيانا ريح صاحبي ريح، وانت بغيت نضرب الاخر وجاتك انت صافي سير سير غيرها. هذا هو الحوار هاني 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 تبونو خاسر تاو. والان واش راهم يحوسوا يديروا ثاني؟ وهذه المرة يريدون باش يديروا عراقيل البلماضي ودفعه مباشرة للرحيل. المخطط الآخر البلون الزوج اللي دارينه هو خرق قوانين الفيفا عمدا لكي تسلط عقوبة على المنتخب وحرمانه من المشاركة في المسابقات الدولية باش من بعد كي تصراكم هذه. اوه هذا الفيديو قديم خونا كان عارف هادشي غيوقع. قولوش باللي ما على بالناش خي خي برافو عليك، ولكن اخويا باش واحد النقطة، الشعب عندكم راه مبرمج واخا تقول له النظام يقول لك القجع فهمتي، اما تشي يقول لي راه من بكري كيوجدوا ليه. الشوط الاول يتلخص في كورتين فينيسيوس اخر الحكاية، اول الحكايات انت قصدي الكرة الاولى اللي شدها لونين، ايقاف الكرة من لونين، شوف الباس ما ضيعش كرة ما تضيع. محال واش يكون عصام شوالي بات في دارو ديك الليلة، محال اخي انمار. كب العشاء، هذا اول رئيس من الاندية الاربعة التي تم الاستحواذ عليها من صندوق الاستثمارات العامة يتكلم بهذه الصراحة. ان شاء الله نشوفك على خير، نشوف الجزء الثاني. اللهم لك الحمد، الحمد لله على كل حال. المهم باش ما نطولش عليكم حيت تبان لي انا الفيديو طويل، هذا رئيس الفريق ديال الاتحاد السعودي اللي كيلعب فيه حمد الله وبنزيما. البارح حمد الله ماركة واحد لبيت، ماركة واحد لبيت، وداك البيت اللي تجي تشوف قانوني صحيح 100% ما كاين لا ارجو لا والو. الحكم فرنسي، طاقم ديال الفار فرنسي، الغاو البيت بداعي التسلل، والمصيبة انه تخرجوا سبعة المرات على يد نفس الفريق اللي هو الهلال، والناس لاحظوا انه التحكيم منحاز شوية ماشي شوية بزاف للهلال. هاد السيد هذا تفرقع قال لهم هاد الشيء انا صافي، وصل السيل الزبع ما بقاش اخوتي، قال لهم بغيت تجريو عليا جريو عليا، حيت هما كاين اربعه الفرق اللي استافدوا من الدعم. قال لك لا كيفضلوا الهلال، قال لك البيت ديال حمد الله صحيح دابا الحمد لله صقع فيما مشى تابعين المشاكل، هو ماركا بيت هو الرئيس ديال الفرق شو يقدر يطير فيها. اعتذر للجماهير الاتحاديه كلها اللي حضرت، كان بالامكان افضل مما كان، لكن مع الاسف والله من المعيب ومن المخجل ان احنا نتعرض السنوات هذه الماضيه كل هذه الاخطاء التحكيميه. قلنا ما نحكي عن التحكيم، ما نحكي عن التحكيم، بس ما توصل لهذه الدرجه يعني، يعني مشكله. ترى نفهم كوره والقوانين ترى واضحه، واضحه لكل اللاعب كيلوبالي غير مسار الكوره، لحق الكوره وغير مسارها وصارت لعبه جديده. الا اذا عاد في قانون جديد احنا ما نعرف عنه كان غيرت لك مجرى المباراه. تعرف هذه مباراه كوس وتلعب تفاصيل بسيطه وتلعب مع شقان نادي الهلال نادي بطل وانت اتحاد نادي بطل، فتفاصيل بسيطه هي اللي هي اللي هي اللي يعني هي اللي تعطيك الفوز. احترم كلام. عندما تعلم ان النهايه لا تمت جبانا. انوريكم دابا البيت الاخوان ديال الحمد الله وراس ماركا وفي الدوري الاوروبي، ماركا مبابي وتحسب، ماركا صلاح دوري انجليزي وتحسب، وفي كاس اسيا وتحسب، ولكن عند السعوديه حيت الهلال ما يتحسبش حشومه.
غضب جمهور اتحاد العاصي ودار انسحاب ورفض ملف استعجالي. الا البشر كامل خارج على ماتش ديال الكره مخرج شعلوت فلسطين. هاد الفيديو هذا راه يكون كذوب ما عرفتش. توقع اي حاجه يقدر يكون جديد، لا كاليتي ديال التصوير عندهم يا خوار بحال مصورين بكاكيلا تريس، ماشي يتوقع اي حاجه اخر ما تقدر. الا كانت اخويا الله يسهل عليهم، الله يسهل عليهم رسمي باللي راهي الامور ماشيه في صالحنا 1000%، في صالح الجزائر 1000%. انا ما قلتش راه شي هذوك اللي كيطلعوا عندي في اللايف من داوي الهمم، والله تبع قالوا على هذا خونا هذا واحد قالب طابع قالوا على هذا خونا تيطردك في عيني احسن عوان مرتو، احسن عوان مرتو، غنعيشك امير، غنعيشك ملك، غنعيشك قصر، غنعيشك فيلا، وتيطردك في عيني. تيقو. ومن النهار الاول انا نقول عندي الادله وحلفت على الادله، ما حلفتش قلت الماتش يتعاود ولا ما يتعاودش، انا قاعد نخدم في خدمتي اللي راكم كيما انتم الجزائريين اللي يروحوا زوريخ ويديروا ويكتبوا ويضربوا ويديروا الفساد، المهم حنا انتصرنا في المعارك كامل انتصرنا فيهم. اي معركه يجبدوها مناوره نربحوهم فيها. اي اوبليجي في لي بروشان جور نخرجوا الاسماء تاع هذوما لي بوالور باش الدنيا تقلب، على بالك الا كان خرجنا لي زونجيسترومون اوديو والمكالمات التليفونيه اللي مع هذا الصحفي الكبير المعروف عالميا واللي هو اللي راه جاب لافير وكل شيء، راهي نبعثوا لي حكايه واحده اخرى، راهي ما عادش ما خرج منها. اون فا بليسونس. انت ما كنتيش قلتي نفس الهضره نهار ماتش ديال الكاميرون؟ نفس الهضره قالها خونا نفسها. اش كنتي صوني عليا؟ ايه حفيظ الدراجي ممساليش ورا سيكونسيا تاع اول اخوان. الهدف هذا كانت ماركه في الدوري الانجليزي، غنبقى نوقف كذا فهمتيني، نوقف باش ما تضربش باللعيب. هانت ضربها المدافع وكان صلاح ديجا اورجو شدها صلاح بوك لصق البيت، ها فهمتي احتفال عادي فهمتي بحال ما طاري والو، الامور تمام كلشي بخير فهمتي صافي تبارك البيت تحسب ناضي. هاللقطه الاخوان تلعب كره من هنا الحمد لله ديجا هنا تسلل، هيضرب هاد كوليبالي ولا شكون ضربها حول المسار قول بونو الحمد لله جاي لصق البيت. هذا بيت، هذا بيت كتولي لعبه جديده، ملي كيلعب المدافع كتولي لعبه جديده. ولكن ساركوزي قال لهم لا لا اورجو لا نجي نحاول حاول ما تفهمش ما تفهمش. ناري ناري بيعت العجل يمكنش ناري بيعوك العجل. لا طالما تفاوضوا مع جبهة البوليزاريو يعترفون بوجود شيء اسمه جبهة البوليزاريو، وكانت مفاوضات ماراثونية بينهما، وممثل البوليزاريو موجود في الأمم المتحدة، وقضية الصحراء الغربية مطروحة لدى اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار. لا إخوان هذا برنامج رياضي وشو كيفاش كيهضر في الأمم المتحدة وليس في الجزائر أو في البرلمان الجزائري، موجودة القضية الصحراوية في اللجنة الرابعة. يلا برنامج رياضي كيناقش أمور سياسية وعلى الشعب ما يمكنش أصح. البطاقة الحمراء على جزئين، حاجة متعلقة بالقضية اتحاد العاصمة وقضية واضحة وضوح الشمس، وأيضا قضية أخرى متعلقة ببطولتنا وبما لعبنا وبكره القدم الجزائريه. نبداو كيفاش جوج شهر خمسة؟ ترى انا كنصور ريمو واحد شهر خمسة، شنو وش وليت سابق بنهار ولا نتوما سابقين بنهار ولا شنو؟ وين
هذا خوتي الناس اللي ما تعرفوش هذا رئيس نهضة بركان، هذا بدا صغير بون قاري ربي سهل عليه دار اختصاص مالي، وهو رئيس الاتحادية المغربية اسمها لافيديراسيون تاعو. شوفوا عنده 3 بوست ووزير منتدب في المالية عند المخزن. السياسة اللي تاع المخزن راه يطبق فيها يا خلي عشيني يلا سنقول شكون هذا الراجل اللي كيهضرنا على القجع يا شاش علاش تضوي يا خويا سنقول شكون هذا الراجل شو كيفاش يدوي تي اللي كانوا تريو عليكم كوت ديفوار. السلام عليكم. السلام عليكم خوتي. هروب جمهور اتحاد العاصمة لمراكش. أنا في جامعة الفنا في مراكش. راهو معايا خوتي فميتي عائلتي والدي. والله لا كذبتي والله هذا الشيء اللي خايفين منه في كأس إفريقيا 2025. لكن يقولوا ربي دور ربي حوس. أما يا والد صاحب رامي زكي هكذا. واحد يسكن في مسقسلة واحد يسكن في رويضة في الجزائر. ماشي مشكل. أخويا مرحبا بك يا خويا في الجزائر. خويا زكي كي قلت لك أروح للمغرب. كي قلت لك أروح وما تخاف. واش لقيت في المغرب؟ قاعد أسمع الله يبارك. نعم الناس والله. عافاك الصحة. نعم الناس. يا أخي حاجة ما خصك. حاجة ما خصني حاجة ما خصني. ربي يحفظك. خويا والد كي قلت لك أروح للمغرب؟ خويا العزيز عايش خويا سفيان سفيان الزعيم ولا غير الزعيم والمغاربة في زعامة ويستقبلونا فيها. How did you do that? 20 miles away? How did you do that? ولي انا دارنا وما نجيبهاش دارنا وما نجيبهاش الصاد ممكنش يا صاحبي. اخبار الرياضه عاد عناصر نادي اتحاد الجزائر صباح اليوم الى ارض الوطن بعد رفض الفريق العاصمي الدخول الى ارضيه ميدان الملعب البلدي. بارك الله على المطار كيصفر نادي لحظة بركان في إطار الدور نصف النهائي إياب من منافسة كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، وذلك بسبب تعمد فريق نهضة بركان استعمال شعارات سياسية على قميص الفريق وهو ما يتنافى والمواثيق والأحكام التي تنص عليها الفيفا. وبعد والو ما كاينش شي واحد خارج ولا داخل والو ما كاينش. وصول عناصر الاتحاد الى مطار الجزائر الدولي هواري بومدين ادلى رئيس نادي اتحاد الجزائر بالتصريح. سير 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 نعاونك سير سير. تي كنا مره لقاك مع واحد تي 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 كيفاش كيفاش مريم عاد ولا قدور شكون عادل ولا دادي ولا بلال ولا قدور؟ والو يا دادي اللي كدور والو شكون كادو يا لا ايما حقكم او هو موتو ما خدامهش مريومه ما خدامهش موتو ديرها بشي طريقه اخرى يا نالو ضيف القدور ربي يحفظكم ان شاء الله ربي يحفظكم ان شاء الله يحفظنا كاع نوحكم خبز هذا الخبز عليها دير تقدر بريوش 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 اقدر دس دس بريوش دس الكاميرا اللي ناخذوا بها راشي مال قوقو تربحني 3-0 ما لعبتش معك في التيانه هيا لعب لي فتيره وربحني الا قدرت هذه اللي قلت يعني نوع من الظلم بركه 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 وبركه صافي صافي بقول لك ايه فين ام مستاك اخلص عشان عاوز اعرف كلمتين مستاك قد يستعجل ولا تيوما اخلع على قفره صافي اين فوق طلعوا لي نتوما كنعرف صافي تقاداو لي الفيديوهات ما بقى يطلع لي والو صافي عمي كيبداو يطلعوا لي خوتني هادو صافي دير من السلام وخليك فاهمه يا الذي اللي سنن السفر طياط حتجيك متعفى على عفاك شنو هادشي اللي انت لابس اصلا ناصح كذاب وبطك فاضي
بس يا ودا كرواني ابن خالتي في مقام خالك، ما انت ما شفتوش قبل كده. تعالى يا كرواني اتفضل. خلوة ده شكله شبه الحرامية. ريح يا اما. ما تحترم نفسك يا مهزة. حاضر يا ماما. حقك عليا يا كرواني. تضري معاه شعر عير وبغيت يحتار بنفسه. حمقوني دوك خوتنا دوك صحاب مكياج ناري ميمكنش اصاب تب 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 ناري ميمكنش كتلقى عشرات المليون ديال لايك. دري عليه شي ملاحظات في الشكل. طلعنا القوانين، القوانين راهم معانا في الحقيقة. نهضة بركان واتحاد العاصمة ما لعبوش مباراة الإياب كمان بسبب تيشيرت الخريطة، يا ترى إيه العقوبة؟ في مباراة الذهاب تم مصادرة قمصان نهضة بركان اللي عليها الخريطة، وبالتالي كاف حسب اللقاء 3-0 لصالح الفريق المغربي لحرمانه من قميص وافق عليه كاف. اتحاد العاصمة سافر لمباراة الإياب وتم استقبالهم بالورود والحليب. يقبل لباس حيث شكرهم على الاستقبال. وحضر الاجتماع الفني. مسافرين المغرب لابد الحليب. الشوبة. الركوع، الانبطاح، الخضوع صار ماركة مسجلة باسم الجزائر في السنوات الأخيرة بسبب النظام المتعفن، بسبب الرئيس المعين تبون ومن وضعوه على رأس السلطة في الجزائر. لو ناخذ الأسبوع الماضي فقط، تخيلوا في أسبوع حطمنا رقم قياسي عالمي في عدد حالات الانسحاب في تاريخ البشرية. انسحاب اتحاد العاصمة مرتين من مواجهة نادي نهضة بركان، انسحاب منتخب كرة يد للشباب من بطولة العرب، انسحاب منتخب جومباز من الدورة الإفريقية التي تجرى في مراكش، والسبب هو خريطة الدولة الجارة المغرب. وبين قوسين فقط، في الأيام الأخيرة خرجت وثيقة وهي بطبيعة الحال تؤكد حدث تاريخي كبير حدث سنة 1958 في ديسمبر بالتحديد، لما عوقبت المغرب بسبب أن النوادي المغربية لعبت مباريات مع منتخب جبهة التحرير الوطني وقتها. الحمد لله، الحمد لله، أخيرا جزائري عاقل. شوفوا، ما عمركم ما تربحونا، ما عمركم ما تربحونا، حيت ربي راه كيشوف. علاش؟ تخيل معايا أنه في الأمم المتحدة وقف محمد الخامس الله يرحمه يدافع عن الجزائر واستقلالها، في نفس المكان بعد سنوات وقف رئيس الجزائر تبون، في نفس المكان يطالب تقسيم المغرب إلى قسمين. ما عمركم ما تربحونا. كدور ها واش ليه هيا قايا حبك حبك يا كدور حبك مثاليك. انا شيخي عادل تبغي قدور. شوف عادل 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 شوف 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 عادل عادل شوف شوف عادل شوف ميرسي خويا 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 برافو عليك. دكتور فود داك ديجا هضرت عليهم، درت عليهم فيديو، غتقلبوا انا في يوتيوب وفيسبوك غتلقاو درت فيديو. كانوا نوضوها داروا شوها في لوطيل خلاو الدري ناعس، قالت لك حصلاتو مع كاتريسكا. انا دابا جبت لكم كاتريسكا تنتهلا فيكم ما تخافوش، انا جبت لكم كاتريسكا. دابا قالت لك راه ما فهمت طلقتو صافي فرحتو لنا راسنا. انا جبت لكم كاتريسكا. يا بن الناس راك تريسكا خوتي.
هذه كاتريس قال لي راه كلشي مهاجم عليها تيقول لها $50 $50 اخبارك الاخرى تقدر تشيل الحبس دارت لها تشهير بدون اي دليل $50 الا كانت السيده فهمتي الله اعلم الله اعلم هادشي صعيب